مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في البث المباشر مباشره من مدينه الجديده. بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا مول النعناع. مول النعناع هذا عنده واحد المزرعه ديالو كيزرع فيها النعناع وكيجي كيبيع السلعه ديالو هنايا. غيكون عنده معلومات على النعناع، عنده معلومات الفوائد ديال النعناع، كيفاش كيتزرع، على شحال المده باش كينوض، ومنين يعني الاصل ديالو. يعني غنعرفوا هذا الشيء كامل من عند واحد عنده الخبره في هذا الدومين هذا. السلام عليكم المتابعين، اسم كريم محمد عطوف، نسكن في نواحي مصور راسو. يعني قلتي عند البيع؟ عندي فيرما ديالي تما مصور راسو ديال النعناع، زارع منا خدام ونص، مزروع في شهر 12. يعني عاودينا كيفاش المراحل ديال الزرع ديال النعناع؟ التزريع ديالو خويا فيه تمارة شوية، كيتزرع في شهر 12، من تما تما غادي تصير عليه، كتسقيه وتكربلو، تنقي منه الحجار، فهمت؟ كتخدمو فيه تمارة شوية، ولكن ملي كيوجد كيجي الانتاج ديالو مزيان. النعناع في الاول كيكون غير جدر صغير. غير جدر صغير، اه كتزرعو ورقه بحال هادي، ورقه بحال هادي كتزرع ورق بحال هادي، صافي كيبقى يكبر بحال هكا وكتبدا تحش فيه. ملي كيكبر كيضرب واحد الشاير ثاني، ملي كتحش فيه كيضرب واحد الشاير ثاني وكيعاود يخلف. المهم يعني الانتاج ديالو زوين، مزيان ماشي شي حاجه. يعني وبالنسبه يعني شنو الفرق بين شحال هادي ديال النعناع والاثمنه دابا؟ زعما واش تغيرات الاثمنه ديالو بالنسبه للبيع ديالو للمستهلك؟ تغيرات شويه دابا، ولا واخا النعناع كثير بزاف، المهم فيه الاقبال بزاف. يوم ما بقاش ذاك النعناع ديال البور اللي ولي تعرف، ما بقاش، ولا دابا النعناع ديال الصغير ولي كيتداوى. النعناع حتى هو يعني كيتداوى كينوض الدواء حتى هو؟ ضروري كيتداوى، ضروري كيتداوى. لا بدا ما تداوي، لا ما داويتيش دابا كضربوا مانكالا كيتحرق، فهمتي؟ ضروري من الدواء كتداوي، ولكن الدواء ديال كاين الدواء اللي كيعطوك كتخرج الجمعيه كتعطيك الدواء، هي اللي كتداوي، كيعطونا الدواء باش كنداوي. المهم النعناع فيه يقبل مزيان. يعني وبالنسبة للمستهلك يعني شحال هادي وبين دابا يعني كيجاهم نفس الثمن اللي كان شحال هادي ولا باقي؟ الثمن هو الثمن اللي كان هو الثمن اللي كان هو اللي باقي. دابا شحال ديال دابا النعناع؟ النعناع دابا حنا كنبيعوا الخط، فهمتي؟ كنديروش داك الشيء ديال الرابطة، كنبيعوا الخط كاين 50 درهم 60 درهم حتى 100 درهم على حسب خطوطة الجودة. هذا هو الشيء اللي كاين. شنو الراي ديالك على الغلاء اللي كاين مؤخرا؟ التعرض للوباء ديال الغلاء اللي كاين دابا 14 حالي راهي. الغلاء صعيب بزاف، الغلاء بزاف، يعني جايد من عند المسؤولين، من عند الناس الكبار، هما اللي دايرين هذا الشيء. هما اللي دايروا واش راه واكل العشاء. واخا بعض المستهلكين اللي كيقولوا انه الفلاح هو اللي بزاف، وما عرفش الفلاح راه عنده كريديات، لا الفلاح يداوي هذه خاصو الفلاح عنده مصاريف. دابا البياع والشراء السمساره هما اللي طاحنين السوق، هما اللي كيغليوا داك الشيء. كيما مثلا كياخذ بطاطا ياخذ هو من 3000 ولا 4000، راه كيعاود يزيد في واحد 3000 اخرى. داك الشيء اللي مدوبل نص بالنص عاد. بزنيس بزنيس. بزنيس الشناقه. واحد كيبيع لواحد وغادي. ولا دايرين هادشي الفلاح مسكين راه واقع الناس. هكا تفضل السلعه. انا ما عرفتش انا الفلاح هاد العام هذا خسروا لي خطره خبره شي حاجه. خويا شنو الفلاح واكل العصا بالمعقول بالمعنى الكلمه. الفلاح واكل العصا بالمعنى الكلمه، والفلاح ما مهتمينش بيه وما معاونينوش، هو كان العصا بزاف، والدواء غالي والمصاريف غاليه والبوطه والمازوط. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني لا اله الا الله. يعني وكتجي ترونسبور وكتجي لهنايا، يعني واش كيكفيك هذاك الرباح اللي كتجرب؟ عطيه بالنسبه خويا انا كيكفيني انا لا رباح لا سيدي بوزكري، راه غير شادي من العواد اللي يدينا الواد وصافي، معنا الله تبارك وتعالى عز وجل وصافي برا ما يده والو.
الفلاح هو كان العصاب المعنى الكلمة خويا. يعني منين التمرين الأصلي؟ أنا الغود كروات ما ديال مصور راسو دكان. مصور راسو؟ آه مصور راسو. شنو هو المنتوج اللي معروفة به؟ معروف لي أنا كندير النعناع راه فين كتشوف المنتوج ديال النعناع لأن كنت كندير طاطا مطيشة إلى الآخر ولكن هذاك الشيء ما فيه والو خويا. قهرونا كاين دوا غالي كاين غالي كاين المازوط ما كاين حتى حاجة. ما رجعت النعناع. الحمد لله الله يبارك. واخا بالنسبة يعني ال يعني ال الدواء ديال الدواء ديال النعناع يعني بشحال كيتشرى على حسب ما عرفتش انه كان بواحد الثمن وكاين دابا زاد غلا ولا 60 درهم 70 درهم 60 درهم 70 درهم حتى 100 درهم هو الثمن ديالك انا 30 درهم 20 درهم ما تزادوا فيه بزاف ولات فيه الزياده بزاف ولات مانزات دابا ديال البطاطا ماشي هي البطاطا دارت 240 مانزات ولا 40000 الكيلو باش كياخذوا الناس هذا هو الشيء اللي كاين دابا الزياده كاينه الزياده دابا من عند الناس الغلاظ هما اللي دايرين هادشي الشفاره الشناقه الكلمه الاخيره صحيب الله يهديهم علينا الله يدير شي تاوي ديال الخير هذا هو الشيء اللي كاين.